محاضرة اليوم محاضرة الثالثة هي عن المولكيولر انفورميشن فلو اند بروتين بروسيسنج. طبعا اخذنا احنا الميتابوليزم وشفنا شلون شنو تحتاج الاحياء المجهرية حتى تنمو، شلون تدخل هذه المغذيات، وايضا شفنا احنا الميتابوليزم اللي يصير داخل الخلايا حتى تستهلك هاي المواد الغذائية، وشفنا الانزيمات شنو دورها والالكترون ترانسبورت تشين وبعض الباثويز المهمه بالميتابوليزم. المحاضره هذه طبعا هي عن الجينيتكس، شنو اللي دي يصير بالماده الوراثيه داخل خلايا الاحياء المجهريه. ما راح ندخل بالتفاصيل وانما راح نعطيكم البيج بيكتشر، يعني المعلومات العامة فيها شيء، بعض المعلومات فيها شيء من التفصيل، لأنه أنتو بيولوجي لازم تكون عندك هذه المعلومات خصوصا من تدرس الأحياء المجهرية. طبعا أنتو تشوفون أعتقد تقولون أنه هذه المحاضرات صعبة، هي لازم هيك لأنه الكورس الأول احنا من ننطي الطالب ننطي محاضرات سهلة، المقدمة والأمور اللي هي ما بيها تفاصيل دقيقة. الكورس الثاني المفروض أن الطالب عنده معلومات من الكورس الأول، فلازم ندخل بالمواضيع يعني نوعا ما أكثر تفصيلا من الكورس الأول. طبعا المولكيولر انفورميشن فلو اند بروتين بروسيسنج، تعرفون أنتو يعني هذا المخطط يوضح لكم أنه بمرور السنين وتشوفون أنه التطور اللي حصل بالانفورميشن اللي احنا لحد الان نعرفها عن وراثة الاحياء المجهرية. فده تشوفون انتم بال 1687 فان ليفنهوك قدر انه يحدد شكل الخلايا، انه سوى مجهر وشاف انه بعض الخلايا خيطية وبعضها مسبحية وبعضها سبايرال وهكذا. بعدها بال 1864 باستور طبعا اكتشف الباستورايزيشن وعملية التعقيم، واكتشف انه ممكن انه تعريض الاوساط او تعريض المواد للحرارة انه ممكن ان يقتل الاحياء المجهرية. بعدها عرفهم انه اكتشاف المضادات الحيوية والجينات المسؤولة عن انتاج المضادات الحيوية، وبدهم يتعمقون بالجينيتك ماتيريال على اعتبار انه ليش هذه البكتيريا تنتج هذا المضاد وليش غيرها ما تنتج هذا المضاد. بعد اكتشفوا بال 1953 structure of DNA، وقالوا انه الدي ان اي هو عباره عن دبل ستراندد دي ان اي ويكون بشكل سبايرال، يعني ملتف على نفسه بشكل حلزوني. بال 1966 اكتشفوا من الجينيتك كود ولقوا انه الدي ان اي عباره عن سلسله من النيوكليوتايدز اللي ترتبط مع بعضها في احدى الاشرطه الدي ان اي، وبأواصر طبعا يسموها الفوسفودايستر بوند، بينما ترتبط بالشريط المقابل عن طريق الاواصر الهيدروجينيه. واكتشفوا انه كل 3 نيوكليوتايدز هي عباره عن كود او شفره تشفر لحامض اميني معين. بعدها قدروا يسوون سيكونسينج بالطريقة المعقدة، انه يليبلون النيوكليوتايد ويشوفون شنو النيوكليوتايدز الموجودة عندنا ويرحلوها على جل، ويشوفون انه هذا الباندات كل باند هو يمثل فد نيوكليوتيدة معينة. بعدها بال 1977 اكتشفوا انه احنا ما عندنا يعني مو فقط تو دومينز، لانه قبل ال 1977 كانوا يعتقدون انه the main two domains is bacteria and eukaryotes. بال 1977 وجدوا دومين ثالث او مجموعه ثالثه من الاحياء المجهريه اطلقوا عليها الاركايا. بعدين اكتشفوا البي سي ار ودرسهم انه شافوا انه بالبي سي ار ممكن انه نضاعف الدي ان اي، ودرسهم المولكيولر مايكروبيال ايكولوجي، وبال 1995 اول جينوم سيكونسينج للبكتيريا، وبدت الامور انه تتحسن والناس بدات تدرس وبدات تسوي جينوم سيكونسينج، والان عندنا اعتقد بالالاف من العزلات اللي هم مسوي لها جينوم سيكونسينج، يعني معروف الماده الوراثيه مالتها معروفه. هذه مجرد يعني مقدمه شلون
بدأوا يعني شلون بدأت شلون العلماء بدأوا أنه يتعمقون بدراسة المادة الوراثية للأحياء المنشرية. طبعا خلال هذه الاكتشافات كلها وجدوا أنه الانفورميشن فلو للجينيتك ماتيريالز داخل الأحياء المنشرية هي بهذا المخطط، وأطلقوا عليه الانفورميشنال ماكرو مولكيولز اللي هو يبدي بالدي ان اي، يعتبر الدي ان اي هو الأساس، وأنه شافهم أنه الدي ان اي يصير له ريبليكيشن، ما يحتاج أنه يتحول إلى غير يعني غير معلومات، وإنما هو نفس الدي ان اي يصير له ريبليكيشن ويعطي نفس التسلسل اللي موجود بدون أي تغيير بالقواعد النيتروجينية. الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن، شافهم أنه الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن ويتحول إلى الار ان اي، والار ان اي يصير له ترانسليشن ويتحول الى بروتين. فاذا عندنا احنا الانفورميشنال فلو للمواد الوراثيه داخل الاحياء المجهريه تبدا بالدي ان اي و الى الار ان اي عن طريق ترانسكريبشن، ومن ثم الار ان اي يصير له ترانسليشن ويتحول الى بروتين. طبعا هم ليش سموا انفورميشنال ماكرو مولكيولز؟ لانه احنا نعتبر الدي ان اي الار ان اي البروتين هو من الماكرو مولكيولز، وايضا ممكن انه مثل ما شرحنا بديش المحاضره انه الكربوهيدرات الليبيدز الكربون نيتروجين هذه كلها ماكرو مولكيولز، بس احنا ما نقدر نطلق عليها انفورميشنال، انما ديش تدخل في تركيب ممكن انه تدخل العفو نعم تدخل في تركيب الخلايا، وانما الغايه من هاي الماكرو مولكيولز انه لاستمرار حياة الخلية يعني تستهلكها، بينما هذه الماكروموليكيولز هذه تشفر لمعلومات تحتاجها الخلية حتى يعني خلينا نقول حتى ما تنقرض، يعني تبطي الخلية تبطي نفس الخلية يعني الخلية الدوتر سيلز تبطي نفس خلية الأم، فأطلقوا عليها الانفورميشنال ماكروموليكيولز لأنه هذه تحمل المعلومات الوراثية اللي تساعد او يعني تخلي انه الاحياء المنشريه تحافظ على نفسها بالتكاثر ونقل المعلومات الوراثيه من خليه الى اخرى. منين يتركب الدي ان اي؟ راح نحكي على الدي ان اي ستراكشر وتركيب الدي ان اي. قبل ما نبدا بالتفاصيل انه الطالب لازم يعرف أنه الـ DNA والـ RNA يتكون أو يتركب من nucleotides، هذه ترتبط مع بعضها وتشكل شريط الـ DNA أو شريط الـ RNA. طبعاً النيوكليتيد الوحدة يعني شلون نقول إحنا الستاندرد نيوكليتيدز تتألف من يعني هسه راح أظلل لكم هذه عندنا ستاندرد نيوكليتيدز هذه. النيوكليتيد الوحدة تتألف من سكر خماسي، تذكرون من شرحنا بالبنتوز باثوي قلنا أنه هذا تكون الرايبوز، والرايبوز هو سكر خماسي مهم جدا يدخل في تركيب الـ RNA والـ DNA. فهنا عندنا احنا أي نيوكليتيدة تتكون من سكر خماسي ومجموعة فوسفيت ترتبط بالكربون رقم 5، انتبهوا لي فوسفيت ترتبط بالكربون رقم 5، وايضا عندنا البيس او القاعده النيتروجينيه راح ترتبط بالكربون رقم 1 على السكر الخماسي. طبعا في حاله الدي ان اي الدي ان اي والار ان اي النيوكليوتيدز هي نفسها، ولكن الفرق الوحيد انه بالدي ان اي السكر بالدي ان اي السكر الخماسي يكون منقوص الاكسجين، هنا المفروض او اتش لكن هو يكون اتش، فلذلك احنا نسمي DNA يعني ديوكسي نيوكليك اسيد، ديوكسي العفو رايبوز نيوكليك اسيد. ليش؟ لانه ديوكسي رايبوز يعني السكر المنقوص الاكسجين، بينما بالار ان اي احنا نسمي ار ان اي يعني رايبوز نيوكليك اسيد، رايبوز نيوكليك اسيد انه الرايبوز يكون بي او اتش هنا، يعني هذه الكربون رقم 2 بها اتش منا واو اتش هنا بالار ان اي، بينما بالدي ان اي تكون منقوصه الاكسجين على الكربون رقم 2. فهذه التركيب المثالي للقواعد النيتروجينيه اللي
اتصالها مع بعض راح تكون شريط الـ DNA أو الـ RNA. طبعاً انتبهوا لي هنا قلت لكم إنه مجموعة الفوسفيت ترتبط على الفايف الكربون رقم 5، إحنا نسميه هنا الفايف برايم، وعندنا هنا الثري برايم راح يرتبط هنا OH في حالة أنه نيوكليوتيدة مفردة، والثري برايم الـ OH ممكن أنه ترتبط مع نيوكليوتيدة أخرى عن طريق الفوسفيت مع الـ OH لهنا فتكون نيوكليوتيدة أخرى وهكذا. عندنا تقريبا 5 different nucleotides، يعني nucleotides مختلفة، يعني 5 nucleotides أو العفو قواعد نيتروجينية، 5 قواعد نيتروجينية اللي ترتبط بالسكر. عندنا ونطلق على القاعدة النيتروجينية بالاسم الحامض الأميني اللي ترتبط به، فعندنا السيتوسين، يعني هنا عند ما يرتبط هنا هذا السيتوسين راح نسميه هذه القاعدة النيتروجينية سيتوسين، وهذا موجود بالدي ان اي والار ان اي. عندنا الثايمين موجود بالدي ان اي فقط، واليوراسيل موجود بالار ان اي فقط، وعندنا الادينين دي ان اي ار ان اي، والجوانين دي ان اي وار ان اي. طبعا الجوانين والادينين نطلق عليها البيورين بيسز، وسيتوسين ثايمين اند يوراسيل نسميها احنا البايراميدين، مجموعة البايراميدين. فده تشوفون انتو سيتوسين ادينين جوانين موجودة بالدي ان اي والار ان اي، بينما اليوراسيل موجود فقط بالار ان اي، تركيبة الار ان اي، والثايمين موجود فقط بالدي ان اي. هذا هو طبعا الستركتشر مال الدي ان اي. مثل ما تعرفون انتو واتسون اند كريك 1953 اكتشفوا انه الدي ان اي هو عبارة عن دبل ستراند الدي ان اي، يكون بشكل حلزوني كما في الشكل هذا، لأنه هذه تلتف على نفسها وتكون بشكل حلزوني. وأيضا اكتشفوا أنه الـ DNA الشريطي الـ DNA لأنه بـ 2 سترانز، هذا واحد وهذا واحد، اكتشفوا أنه الستراند الأول يكون باتجاه يختلف عن الستراند الثاني، يعني يكون متعاكسة، فهذه احنا نسميها anti-parallel. يعني هنا عندنا سادة تشوفون هنا الرايبوز الاتجاه مالته شلون، ومجموعة الفوسفات صايرة منه، فهذا نسميه احنا البداية مالته 5 برايم. ليش 5 برايم؟ لأنه هنا الكربون رقم 5 بالنهاية مالته الفوسفات، فنسميه 5 برايم على اسم الكربون رقم 5، بينما هذا المتعاكس النهاية مالته نسميها احنا 3 برايم. ليش؟ لأنه مجموعة الهيدروكسيل تشوفون الـ OH موجودة على 3 برايم، فيصير هذا بالاتجاه مالته هيك وهذا الاتجاه مالته هيك. فهنا نشوف احنا هذا اتجاهه من الـ 3 to 5 برايم، او ممكن ان نقول من الـ 5 to 3 برايم، وهذا من الـ 3 للـ 5 برايم. فده شوفوا المتعاكسة، هنا 5 برايم هنا 3 برايم، هنا 3 برايم هنا 5 برايم، فيكون متعاكس، انا نسميه احنا الانتي بارالل. فاللي اريدك تنتبه عليه، لان اكو سلايد راح اشرحه، تنتبه لي ليش انا قلت انه الـ 5 برايم نهايتها مجموعة فوسفيت، والـ 3 برايم مجموعتها هيدروكسيل، وهذه ليش متعاكسة. هنا خلي ببالك عند ما يبدي الانزيم الخاص بإضافة القواعد النيتروجينية ما راح يضيفها هنا على 5 برايم، راح يضيفها على 3 برايم. ليش؟ لأنه هو راح يجيب مجموعة فوسفيت ويربطها، فما يقدر يربط فوسفيت ويا فوسفيت أو ويا أو، وإنما راح يكون هنا الـ OH هذا الهيدروكسيل OH، فكل السهولة أنه يرتبط الفوسفيت مع الـ OH. ليش؟ لأنه هنا راح يصير يعني ممكن أنه الرياكشن يحدث، فخلي ببالك أنه ليش إحنا دا نحكي على 3 برايم ونحكي على 5 برايم. طبعا مثل ما قلنا أنه الـ DNA is a double strand molecule that forms a helical configuration and is measured in terms of numbers of base pairs. The complementarity of DNA arises from the specific pairing of the purine and pyrimidine bases. طبعا كل حكينا يعني دا نقول انه هذا بالاتجاه، هذا بالاتجاه المتعاكس. الـ DNA يتكون من اما بيورين او بايرمدين بيسز اللي هي النيوكليوتايدز، وهذا الشريط يكون متعاكس عن هذا الشريط. وطبعا كل نيوكليوتيدة ترتبط، انتبهوا لي هنا، كل نيوكليوتيدة ترتبط مع النيوكليوتيدة على نفس شريط الـ DNA بواسطة فوسفودايستر بوند، بواسطة
الفوسفو دايستر بوند، يعني آسرة فوسفورية فوسفاتية العفو. بينما هذا طبعا على نفس شريط الدي ان اي، بينما ارتباط النيوكليتيدة مع نيوكليتيدة أخرى على الشريط المقابل تكون بواسطة أواصر هيدروجينية، هيدروجين بوند. فيكون الارتباط بين نيوكليتيدة على إحدى شريطي الدي ان اي مع نيوكليتيدة أخرى على الشريط الثاني بواسطة الجوانين، سيتوسين، ثايمين أو الأدينين أو اليوراسيل في حالة الار ان اي، وترتبط بواسطة قواعد العفو أواصر هيدروجينية. عند ارتباط الأدينين مع الثايمين راح تكون الآسرة ثنائية، آسرة هيدروجينية ثنائية، بينما الجوانين مع السيتوسين راح تكون الآسرة ثلاثية. فهذا الفرق بيناتهن، أنه هذه ترتبط بآسرة ثنائية وهذه ترتبط بآسرة ثلاثية. طبعا the length of DNA molecule is usually expressed in number of base pairs، اللي هو إما نقول عليها ألف base pairs أو ألف bases، أو نقول هي 1 كيلو بيس، يعني كل ألف من هاي، هسه هاي 1 2 3 4 5، فهذا احنا نقول شريط الدي ان اي هذا يتألف من 5 بيس بيرز، 5 بيس بيرز. إذا عندي هنا ألف، ألف بيس بيرز أقسمها على ألف حتى أحولها على الكيلو، فنقول 1 كيلو بيس. إذا عندي 2000 فأقول عندي 2000 بيس بير، ممكن أنه أقول عندي 2 كيلو بيس. إذا مثلاً 10,000 بيس بير، ممكن أنه أقول 10,000 بيس بير، أو ممكن أنه أقول 10 كي بي أو 10 كيلو بيس. فهذا اللينث مالت الدي إن إي شلون إحنا نطلق عنه. طبعاً كل الأحياء المجهرية تحتوي على 1 جينوميك دي إن إي أو 1 كروموسومال دي إن إي، يعني بالذات عندنا البروكاريوت، كل البروكاريوت بها 1 كروموسومال دي ان اي، عدا حالات نادره جدا طبعا تختلف عن يعني الايوكاريوت اللي هو الدي ان اي مالته عباره عن كروموسومز، عده كروموسومات مختلفه. فراح نحكي على البروكاريوت اللي هي طبعا بدايه النواه، فنشوف احنا انه الدي ان اي مالتها او الجينوميك دي ان اي او الكروموسومال دي ان اي pack a large amount of DNA into small cells or viral particles. طبعا تعرفون انتو احنا عندنا اصغر حجم بالكروموسومال دي ان اي موجود بكتيريا هو 5 ميجا، 5 ميجا والى 10 ميجا. فهنا 5 ميجا الى 10 ميجا ما ممكن انه الدي ان اي يكون متواجد داخل الخلية الصغيرة، اللي تعرفون انتو يعني قطر الخلية جدا صغير لا يرى بالعين المجردة، وحتى بالمجهر احنا الا نستخدم القوة الكبرى ونشوفها صغار يعني ناعمة جدا. فهنا شو تسوي هنا خلايا البكتيريا حتى تقدر يعني تستفاد من المساحة وتخلي الـ DNA او الكروموسومال DNA في مساحة صغيرة حتى ما ينشغل مساحة الخلية كلها. فهي شو تسوي لها؟ تسوي لها باك، يعني تضغط الـ DNA وما يسمى بالسوبر كويلينج، يعني تسوي له سوبر كويلينج، يعني عندنا هذا الدي ان اي وتبدي هي تسوي له سوبر كويلينج بهذا الشكل مثل ما تشوفون بصوره المجهر الالكتروني. الدي ان اي هو عباره عن سوبر كويلينج حلقات ومرتبطه مع بعضها بواسطه بروتينات اللي هي تساعد على انه الدي ان اي راح ياخذ مساحه اصغر بكثير مما لو كان لينير او مثلا عباره عن دائره واحده. فهذه الفائده من نقول سوبر كويلينج، انه البكتيريا لها القدره على انه تسوي سوبر كويلينج للدي ان اي حتى الدي ان اي ما ياخذ مساحه داخل خليه البكتيريا. طبعا احنا من نعزل جينوميك دي ان اي من خلايا البكتيريا ونمشي على الالكتروفوريسيس حتى نشوف ايش قد حجمه، راح نلاحظ وجود ثلاثه انواع من الكروموسومال دي ان اي. هو نفسه يعني السيكونس نفسه وهو نفس الكروموسومال دي ان اي، ولكن راح نشوف انه يعني يكون عندنا المتواجد بكميه اكبر هو السوبر كويل دي ان اي اللي هو بهذا الشكل، وممكن انه نشوف النكت او المقطوع من شريط واحد، يكون مقطوع من شريط واحد فما راح نشوفه بهاي الحاله. وايضا عندنا الريلاكس، الريلاكس يعني مقطوع من الشريطين.
النكس مقطوع من شريط واحد، والريلاكس مقطوع من الشريطين، والسيركولر ما مقطوع. فراح نشوف تطلع عندنا ثلاث باندات على الجل الالكتروفوريسيس. ما راح ما تفهمون عن شنو قاعد احكي. كل اللي تخليه ببالك انه احنا من نعزل الكروموسومال دي ان اي من اي بكتيريا، ممكن انه يظهر الكروموسومال دي ان اي يعني عند ترحيله على الالكتروفوريسيس بثلاث احجام مختلفه. هو طبعا نفس الحجم، ولكن السبب انه احنا عندنا واحد ريلاكس والثاني نيك والآخر هو سوبر كويل. فهنا بالترحيل الكهربائي سوبر كويل هنا راح من نعرض الفولتية كهربائية، هذا راح يدفع أكثر ويطلع يعني الباند مالته يطلع بالبداية بداية الـ يعني على الجل الإلكتروفوريسيس، والنكت راح يكون الدفع عليه أقل ويطلع ثاني واحد، والريلاكس راح يطلع ثالث واحد لأنه مفتوح فالضغط عليه الفولتية تكون أقل. هذا اللي كنت احكي عنه، انه دا تشوفون انتم هسه عندنا الدي ان اي سيركلر عباره عن دائري، فدا تشوفون المساحه مقارنه بالسوبر كويل دي ان اي، فالمساحه اللي ياخذها اقل. فالبكتيريا شلون تسوي هذا الدي ان اي الى هذا الدي ان اي؟ بواسطه انزيم التوبو ايزوميريز. التوبو ايزوميريز هي عباره عن ثلاثه انزيمات اعتقد، يعني عده انزيمات. هذه الانزيمات تسوي نك بالسيركولر دي ان اي هذا، يعني تقطع شريط الدي ان اي ويبدي يفتر الدي ان اي على نفسه، وبواسطه انزيم اخر اللي هو اللايجيز راح تلحم القطع اللي انقطع التوبو ايزوميريز وترجع تعيد تقطعه مره ثانيه، فراح يسوي فر اللخ ومره ثالثه ويسوي فر اللخ. فهذه ظل تقطع وتلحم إلى ومن يعني من تقطع راح يعبر الشريط على الجهة الأخرى ويلتف على نفسه، وراح ننتهي بأنه السوبر كويلينج راح يصير بهاي الحالة حتى تقلل من المساحة اللي يأخذها الدي إن إيه داخل خلية البكتيريا. طبعا هذا الجدول تحفظوه. هذا دي شوفكم أنه إحنا عندنا بالفيروسات نسميه احنا شو نسميه؟ نسميه فيروس جينوم، وموجود يا اما سنجل او دبل ستراند، وهو يكون دي ان اي او ار ان اي. يعني الفيروسات الوحيده اللي تحتوي قد تحتوي على فيروس جينوم يتالف من الار ان اي وليس الدي ان اي، ممكن يكون سنجل او دبل ستراند. طبعا مواصفاته انه شورت وقد يكون دائري او خطي، يعني مو دائري. البكتيريا والاركايا طبعا نسميه كروموسوم او نسميه جينوميك دي ان اي، هو دبل ستراند دي ان اي، يكون اطول من الفيروس جينوم، وطبعا معظم الاحيان يكون هو سيركولر، يعني دائما نشوفه احنا سيركولر. وعندنا بالايوكاريوت راح يكون طبعا لينير، ولكن يكون اكستريملي لونج، اطول بكثير جدا من البروكاريوت والفيروسز. ايضا عندنا الميتوكوندريا والكلوروبلاست، they have their own جينوم، يعني عندهم جينوم يختلف عن الكروموسومال جينوم، وايضا دبل ستراند وميديوم لينث ويجولي سيركولر. يعني تعرفون انتم الايوكاريوت بها ميتوكوندريا، وهذه الميتوكوندريا بالاضافه الى الكروموسومال دي ان اي، الميتوكوندريا تحتوي على ما يسمى بالأورغانيل جينوم، ويكون يشبه الجينوم اللي موجود بالبروكاريوت اللي بالبكتيريا. طبعا عندنا البلازميد، البلازميد ممكن أن نشوفه بكل الأحياء المجهرية، كل الأورغانيزمز، وأيضا عندنا الترانسبوزابل إليمنتس ممكن أن نشوفه بكل الأحياء المجهرية، وهذه مواصفاتها. شنو بلازميد وشنو الترانسبوزابل إليمنتس؟ طبعا كل الأحياء المجهرية لازم تحتوي على الكروموسوم او الجينوميك دي ان اي، اذا ما تحتوي على الكروموسوم ما راح تقدر يعني ما راح تموت، يعني الخليه ما عندها العوامل الوراثيه اللي راح تهيئها ان تقوم بالعمليات الايضيه والعمليات الوراثيه، فيعني تموت ماكو. فالكروموسوم هو شرط اساسي لحياه الخليه، وهو الانفورميشنال فلو اللي يعبر الماده الوراثيه من يعني من خليه الى اخرى، أو من كائن إلى آخر.
ممكن أن كل الأحياء المجهرية سواء إيوكاريوت أو بروكاريوت تحتوي على البلازميد، ولكن البلازميد تقريبا حتى تفهموا هو يشبه بالضبط يشبه الكروموسوم، ولكن الحجم مالته يكون أصغر. يعني البلازميد ما يتجاوز تقريبا 200 كيلو بيس، يكون البلازميد أقل من 200 كيلو بيس. ولكن ليش أقول لي تاني يشبه أنه يشبه الكروموسوم؟ لأنه البلازميد عند الأوريجين أوف ترانسفير، عند الأوريجين أوف ريبليكيشن، فيقدر يتضاعف ويقدر أنه يشفر للجينات اللي يحملها بغض النظر عن الكروموسوم. يعني بحدة يقدر أنه يتضاعف وينقل إلى خلية أخرى ويشفر للجينات اللي محمولة على البلازميد. طبعا البلازميد يكون موجود بصورة معزولة عن الكروموسوم داخل الخلية، والبلازميد عادة يحمل جينات مهمة ثانوية. يعني شنو ثانوية؟ يعني ما هي جينات مهمة لحياة الخلية، بينما الكروموسوم يحمل كل الجينات المهمة لحياة الخلية. البلازميد ما يحمل الجينات المهمة لحياة الخلية، وإنما يحمل جينات ثانوية قد تستفاد منها الخلية. مثل إيش؟ مثل المقاومة للمضادات الحيوية (antibiotic resistant). فالبكتيريا اللي تحتوي على هذا البلازميد ويحتوي هذا البلازميد على جينات مقاومة للمضادات الحيوية راح يفيد الخلية في مقاومة المضادات الحيوية. أيضا البلازميد يحتوي على جينات ممكن أنه تستفاد الخلية في تحليل مركبات عضوية أخرى. والبلازميد ممكن أنه ينتقل من خلية إلى أخرى، بينما الكروموسوم لأنه الحجم مالته كلش كبير، وأيضا أن الخلية تحتاجه مهم جدا لحياة الخلية، فما ينتقل من خلية إلى أخرى. طبعا أيضا عندنا الترانسبوزابل إليمنت. الترانسبوزابل إليمنت هو نفس البلازميد، ولكن الترانسبوزابل إليمنت ما ممكن أن تضاعف بحدها. الترانسبوزابل إليمنت هي عبارة عن قطع دي إن إيه تكون أصغر من البلازميد وأصغر من الكروموسوم بكثير، ممكن أن تكون 1 كي بي، 2 كي بي، أو 10 كي بي. هاي الترانسبوزابل إليمنت الميزة بيها أنه إلها القدرة على أنه تسوي إنتجريشن على الكروموسومال دي إن إيه أو البلازميد دي إن إيه. يعني الترانسبوزابل إليمنت تجي عادة هي لينير مو سيركولر مثل البلازميد والكروموسوم، وعندما تنتقل للخلية تحتاج أن تحشر نفسها بالبلازميد أو الكروموسوم. ليش؟ حتى بتضاعف البلازميد أو تضاعف الكروموسوم هي راح تضاعف الترانسبوزابل إليمنت، لأن هي ما تقدر تضاعف on her own، يعني ما تقدر تضاعف نفسها بنفسها. أيضا الترانسبوزابل إليمنت ممكن أنه تحمل معلومات، يعني جينات ما مهمة لحياة الخلية، وإنما جينات ثانوية مثل ما شفنا بالبلازميد، قد تكون المقاومة للمضادات الحيوية أو يعني تحليل مركبات عضوية أخرى. أيضا حكينا قلنا الميتوكوندريال كلوروبلاست contain their own DNA chromosome، يختلف عن البلازم والترانسبوزابل إليمنت والكروموسوم. طبعا أيضا يتضاعف، ممكن أن يتضاعف يعني يضاعف نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى الكروموسوم. الفيروسز مثل ما قلنا تحتوي على DNA أو RNA، و ممكن أن يقول ممكن أن يكون single or double stranded DNA. هنا راح نجي على DNA replication، أول خطوة بالinformational flow. شنو نقصد بالDNA replication؟ يعني الشريط ال double stranded DNA يصير 4، أو الشريط الواحد يصير 2. هذا هو تضاعف الDNA. طبعا عملية التضاعف هي عملية معقدة، انه هاي الشريطين راح ينفتحن، والشريط هذا يصير 2 وهذا الشريط يصير 2، وبعدها ايضا تنفتح والاثنين، يعني الاثنين يصير 4 والاربعة يصير 8 والثمانية يصير 16 والستعش يصير 32. يعني التضاعف مالتها تتضاعف بشكل اسي يسموه، هو مو اسي ولكن قريب للاسي. يعني الاثنين يصير 4، الاربعة يصير 8، 8 يصير 16. ليش؟ لأنه كل وحدة تعطيني شريط آخر، أو كل DNA double stranded يعطيني DNA double stranded.
طبعا الدي ان اي ريبليكيشن از سيمي كونسرفاتيف بروسيس ان بوث بروكاريوتس اند يوكاريوتس. هنا من يعني درسوا تضاعف الدي ان اي كانوا يعتقدون انه المودلز او الميكانيكيه اللي يضاعف بها الدي ان اي اما تكون سيمي كونسرفاتيف موديل، كونسرفاتيف موديل او ديسبرسيف موديل. هسه انا راح احكي هنا على طريقه التضاعف وليس طريقه انتقال المادة، يعني المادة الوراثية، يعني ما راح يصير تغير بتسلسل النيكليوتايدز، وإنما الشريط الدي ان اي راح يعطيني شريط مماثل يحوي نفس التسلسلات اللي موجودة بشريط الأم. فهم كانوا يعتقدون أنه ممكن أن يكون الريبليكيشن بطريقة السيمي كونسرفاتيف أو الكونسرفاتيف أو الديسبرسيف. شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أنه السيمي كونسرفاتيف الشريط الأم عندما ينفتح ويتضاعف راح يعطيني شريط ثاني اللي هو شريط اللي نسميه الدوتر ستراند، وممكن انه يبقى يرتبط وياه وهكذا، وايضا الشريط هذا ممكن انه يكون شريط ثاني ويبقى ان يرتبط وياه، ومن يتضاعف راح يرتبط ويا الدي ان اي اللي راح يتكون الجديد. فهذا يسموه سيمي كونسرفاتيف. ليش؟ لانه انه انفتح الدي ان اي وكون شريط ثاني وبقى وياه، وايضا انفتح وسوى له شريط اخر وبقى ويا الشريط الاخر المتكون. فهذا احنا نسميه سيمي كونسرفاتيف، يعني شبه محافظ، وبقى محافظ على نفسه وانتقل من خليه الى اخرى. الكونسرفاتيف هنا بالعكس راح ينفتح شريط الدي ان اي ويكون لي شريطين، وعندما يكون لي شريطين راح تنفتح الاشرطه الاخرى ويرجع البارنتال سترانز ترتبط مع نفسها، والاشرطه الجديده المتكونه راح ترتبط مع نفسها، وايضا بالسكند جينيريشن ينفتح البارنتال، هذا راح يصير بارنتال وهذا راح يصير بارنتال ويرجع ايضا مع نفسه، فسموه كونسرفاتيف. ليش؟ كونسرفاتيف محافظ، يعني من ينفتح ويكون شريط ما راح يظل مرتبط وياه، لا راح ينفصل ويرجع يرتبط مع الشريط الاخر الاصلي، فسموه كونسرفاتيف. الديسبرسيف هنا ميكس، راح يصير انه البارنتال راح تنفتح والاشرطه المتكونه راح يصير لها ميكس على نفس الستراند الدي ان اي. فاذا تشوفون هنا عندي احمر وازرق، احمر وازرق على نفس شريط الدي ان اي، فهنا هذا يسموه ديسبرسيف يعني ميكس. فهذا طبعا استبعدوه. ليش؟ لانه قالوا انه ممكن انه من يصير له يعني يصير يعني بريك داون بالشريط الدي ان اي راح يصير فقد، فما يعتقدون انه احتماليه كلش بعيده انه الديسبرسيف موديل. فسوهم تجربه، هاي التجربه سوهم دخلهم بيها النيتروجين المشع، كتبوا سؤال يمكم ليش استخدمهم، سؤال كتبوا يمكم ليش استخدموا النيتروجين المشع. طبعا شنو النيتروجين المشع؟ النيتروجين المشع انه يعني مشع، راح تشوفه انت بعدين من تعزله او تفصله. فكتبوا سؤال يمكم ليش استخدموا النيتروجين المشع بهاي التجربه. طبعا استخدموا الان 15 والان 14. الفرق بيناتهم انه الان 15 المولكيولر ويت مالته هو اثقل من الان 15، فعد ما يسووا له طرد مركزي راح يشوفون ان الان 15 ينزل لي جوا وال14 يصعد لي فوق. فهم سووا دخلوا الان 15 بالبدايه للبارنتال سترانز وبالوسط الزرعي، وسوى مسبن وشافهم انه فقط الان 15 يطلع عندنا، وقالهم انه اوكي النيتروجين المشع موجود بالدي ان اي هذا بالان 15. بعدها اخذهم هذا وخلوه تنمو لسكند جنريشن ودخلهم الان 14. فالان 14 هو راح يدخل فقط بالاشرطه الجديده المتكونه، شريط الدي ان اي اللي راح يتكون، يعني ما راح يدخل بالبارنت، راح يدخل فقط بالمتكون. فسوى له سبن فشافهم شافهم انه الحزمه طلعت لي لا هي بالان 15 ولا هي بالان 14، طلعت بالنص. فاذا قالهم اذا هذا سيمي كونسرفاتيف. ليش؟ لانه شريط الدي ان اي البارنتال دي ان اي ما رجعت ارتبطت وحدها ونزلت لي جوا، وانما ارتبطت مع النيو سترانز المتكونه، وقالوا اذا هذه سيمي كونسرفاتيف. رجعوا لنا ضافوا الام 14 فشافهم انه بالضبط يثبت كلامهم انه البارنتال بقت بالنص، ولكن طلع عندهم هنا الام 14 اللي فوق. طبعا هذا تفسيره صحيح للام 14. ليش؟
لانه احنا هنا هذه بالفيرست جنريشن نميناها على ال N14، فالدي ان اي الجديد صار بي N14، والثيرد جنريشن ايضا N14، فطلع عندنا هنا خطه البارنتال ويا النيو دوترز من السكند جنريشن وليس من الفيرست جنريشن. فمن خلال هذه التجربه اثبتهم انه الدي ان اي ريبليكيشن الكونكلوجن دي ان اي ريبليكيشن ان ايكولاي از سيمي كونسرفاتيف. طبعا هاي التجربه سووها على الجينومك دي ان اي مالت الايكولاي الاشيريشيا كولاي بكتيريا المعويه، واثبتوا انه الدي ان اي بكل البكتيريا والايوكاريوت هو سيمي كونسرفاتيف، يتضاعف بطريقه السيمي كونسرفاتيف. شلون يتضاعف الدي ان اي؟ شويه انتبهوا لهنا. تتذكرون الشرح هذا اللي شرحت لكم اياه، قلت لكم هنا 5 برايم تنتهي بمجموعه الفوسفيت وال3 برايم تنتهي بالهيدروكسيل، بينما الشريط الثاني راح تكون بالعكس، ال5 برايم اللي هي الفوسفيت منها وال3 برايم تكون بالعكس. فهسه احنا راح نحكي على هذا شريطي الدي ان اي، راح احكي على هاي شريطي الدي ان اي، ولكن الرسم ما يعني مجسم انه مجرد هذا الخط، فكانه احنا فتحنا الشريطين، هذا الشريط الاخضر وهذا الشريط لهنا كان يعني هسه اللي شفتكم اياها. ففتحنا الشريطين، فصار عندي يعني شريطين مفتوحه. طبعا في بدايه عمليه التضاعف راح يبدي عندنا انزيم اسمه الهيليكيز، راح يرتبط على الدبل ستراندد دي ان اي ويبدي يفتح الشريطين الدي ان اي وتصير بهذه الحاله. طبعا هاي احنا نسميها الريبليكيشن فورك، ريبليكيشن فورك او نقطه التضاعف اللي يبديها الهيليكيز، فراح يعطيني شريطين. الشريط الاول هو هذا الاخضر ل 3 برايم تو 5 برايم، والشريط الثاني اكيد بالعكس اللي هو 3 برايم تو العفو 5 برايم تو 3 برايم. بصوره عامه لتضاعف الدي ان اي احنا نحتاج ما يسمى بالار ان اي برايمر. اللي يكون الار ان اي برايمر هو انزيم اسمه البرايميز، هذا البرايميز هو اللي يكون هذا البرايمر ويكون هذا البرايمر وهذا البرايمر وهذا البرايمر. وايضا نحتاج للدي ان اي بوليميريز. شنو هو الدي ان اي بوليميريز؟ الدي ان اي بوليميريز يرتبط على السنجل ستراند دي ان اي المفتوحه ويبدي يضيف القواعد النيتروجينيه هنا حتى يسوي لي شريط الدي ان اي الجديد. تشوفون انتم اكو فرق بين هذا شريط الدي ان اي وهذا شريط الدي ان اي. طبعا هذا البارنتال سنجل ستراند وهذا البارنتال سكند ستراند، وهذه بالنص، هذه هي الاشرطه الجديده المتكونه. بس تشوفون انه الفرق هنا عندنا شريط واحد وهنا عندي ثلاث اشرطه. ليش؟ هذا راح نشرح. هذا يسموه الليدنج ستراند. هذا الشريط المتكون او هذا الشريط الام نسميه الليدنج ستراند، لانه الدي ان اي المتكون على هذا الشريط احنا نسميه الكونتينوسلي، يعني بصوره مستمره ما يصير بقطع. فهذا يبدي ببرايمر واحد، راح اضيف البرايميز، راح يضيف برايمر واحد هنا يرتبط، ويجي البوليميريز يرتبط هنا ويبدي يضيف قواعد نيتروجينيه بهذا الاتجاه. طبعا راح يصير الشريط المتكون باتجاه ال5 برايم 3 برايم. ليش؟ لانه تعرفون احنا قلنا انتي بارلل، فانه من المستحيل انه الشريط المتكون يكون ايضا 3، لا راح يكون 5 برايم تو 3 برايم. فعمليه التضاعف تستمر باتجاه 5 برايم تو 3 برايم، احفظوها. تضاعف الدي ان اي يستمر، او شريط الدي ان اي المتكون الجديد يتكون بالاتجاه 5 برايم تو 3 برايم. ليش ما يصير بالعكس؟ لانه تتذكرون ما قلت لكم احنا ال5 برايم هي الفوسفيت جروب، تنتهي بالفوسفيت جروب، بينما ال3 برايم اللي منها صايره تنتهي بالهيدروكسيل جروب. فاحنا من يجي الدي ان اي بوليميريز ما يقدر يضيف فوسفيت على فوسفيت، وانما التفاعل وين راح يصير؟ راح يصير الفوسفيت على الهيدروكسيل، فلذلك احنا الاضافه تصير على 3 برايم وتستمر باتجاه 5 تو 3 حتى تكون شريط الدي ان اي. هنا بهذا الشريط، هذا الشريط الاتجاه مالته 5 تو 3 برايم، فاذا اريد اكون دي ان اي جديد بهذا الاتجاه، اذا اريد اكون دي ان اي جديد بهذا الاتجاه، ايش راح يصير عندي الدي ان اي المتكون؟
راح يصير عند الدي ان المتكون تعرفون هو ما يصير الدي ان يضيف على 3 برايم اند، فاذا يريد يكونه ايضا راح يكونه 5 تو 3 بهذا الاتجاه، راح يكونه 5 تو 3 وهذا الشيء خطا ما يصير. يعني انت شلون تربط 5 برايم ب 5 برايم بنفس النهايه وتعرفون ان الدي ان اي انت بارلل يعني متعاكس، فايش راح يصير هنا؟ هنا هذا شو نسميه؟ احنا نسميه اللاجينج ستراند. ليش لاجينج ستراند؟ لانه شريط الدي ان اي المتكون عليه راح يكون discontinuously يعني يكون متقطع، فلازم يستمر هو بهذا الاتجاه. ليش بهذا الاتجاه؟ لانه الفايف برايم مالته راح يصير منه وتمشي باتجاه الثري برايم، لانه احنا البوليميريز ما يقدر يضيف الا على الثري برايم اند حتى يضيف عندنا الهيدروكسيد يضيف عليه الفوسفيت ويستمر بهاي الحاله. فالبرايميز شو يسوي؟ راح يضيف عده ار ان اي برايمر، هذا برايمر هذا برايمر هذا برايمر، ويجي بوليمريز هنا وبوليمريز هنا وبوليمريز هنا، يبدي يضيف بالقواعد النيتروجينيه بالاتجاه 5 تو 3 برايم ويكون لي ما يسمى بالاوكازاكي فراجمنت، قطع اوكازاكي اللي هي عاده تكون الف بيس بير او 1 كيلو بيس. ومن يكمل لي الدي ان اي انه ممكن العمليه تحدث هنا وممكن العمليه تحدث هنا. قد يسال الطالب يقول هو ليش ما ضاف برايم واحد هنا ومشى بهذا الاتجاه؟ ما راح تصير هاي العمليه. ليش؟ لانه عمليه الريبليكيشن اثناء الهليكيز يفتح الدي ان اي راح تبدي هي، فهو اذا ضاف هنا ومشى بهذا الاتجاه هنا راح يفتح عند الدي ان اي، هذا راح يستمر، هذا راح يستمر الى ان تكمل عمليه يعني الهليكيز يفتح الدي ان اي كله وتستمر. بينما هذه هو اذا ضفنا البرايمر هنا راح يمشي بهذا الاتجاه، هذا راح يبقى النقطه فارغه، فخلينا نقول هو فتح اول كيلو بيس و اجى البرايمر هنا وضاف برايمر وبدا البوليمريز يكون شريط الدي ان اي. بعد ما يفتح الالف الثانيه او الواحد كيلو بيس الثاني راح ينضاف برايمر الاخر ويكون الثانيه، وهكذا تستمر العمليه الى ان يخلص الفتح مالت الدي ان اي. بالنهايه راح يصير عندي انا قطع اوكازاكي على هذا الشريط. العمليه الاخيره انه راح تزال هاي البرايمرات، هذا الصفره تزال ويبدي بوليميريز اخر يضيف يبدي يترس هاي المناطق الفارغه بالنيوكليوتايد، وعندي بالاخير انزيم اسمه اللايجيز راح يلحم هاي القطع اوكازاكي فيما بينها ويتكون عندي شريط كامل مثل هذا الشريط. فهذا الفرق بعمليه التضاعف بالجينوميك دي ان اي، انه اني من يجي الهيليكيز يفتح عندي شريطين راح تنفتح، عندي واحد اسميه الليدنج والاخر اسميه اللاجنج. الليدنج راح تستمر عمليه التضاعف واضافه النيوكليوتايد بصوره مستمره لانه الاتجاه مالته 5 تو 3 برايم، واللاجنج ستراند راح تستمر عمليه اضافه النيوكليوتايد بصوره غير مستمره، يعني ضفت هنا ووقف الى ان ينتهي الفتح هنا واضيف الثاني وهكذا بصوره غير مستمره متقطعه، ويكون لي الاوكازاكي فراجمنتس. الاوكازاكي فراجمنتس بعدها راح تزال هذه البرايمرات ويبدي بوليمريز اخر يضيف البيس بيرز هنا النيوكليوتايدز واللايجز يلحم الفراغات الموجوده هنا، فراح تكون عندي ايضا دي ان اي الضاعف بالاتجاه 5 تو 3 برايم. هاي بالنسبه للدي ان اي ريبليكيشن. الخطوة الثانية بالinformational flow بعد الـ DNA replication هو أنا عندي الـ RNA synthesis. الـ RNA synthesis طبعاً الـ RNA إحنا الـ DNA يصنع نفسه بالreplication من نفسه، فما راح يتغير عندي السيكونس. عندما يتحول الـ DNA إلى الـ RNA بعملية الترانسكريبشن هنا أنا راح يبدي يحول لي بعض النيوكليوتايدز، طبعا هو راح ينطيني الاي راح ينطيني اليوراسيل والجي ينطيني سي وهكذا. فهنا انا شكو يعني تي ما راح نشوف عندنا بالار ان اي فقط، يعني ما نشوف ثايمين راح نشوف فقط يوراسيل. طبعا الترانسكريبشن تعطيني 3 ديفرنت ار ان ايز اللي هو المسنجر ار ان اي. المسنجر ار ان اي هو اللي ما يسمى احنا نسميه الجينز اللي يحمل الجينات. المسنجر ار ان اي هو اللي يحمل الشفره الوراثيه او الجينات،
والنوع الآخر عندي الترانسفير ار ان اي او التي ار ان اي. هذا الترانسفير ار ان اي يحمل لي الاحماض يحمل لي الاحماض الأمينية اللي تقرا الشفرة الموجودة على المسنجر ار ان اي. وعندي الرايبوسومال ار ان اي اللي هو يكون لي الرايبوسوم، الرايبوسومات اللي موجودة بخلايا الاورجانيزمز بالاورجانيزمز، يكون تتكون من يعني جزء كبير من الار ان اي مع بعض البروتينات الاخرى. شنو الترانسكريبشن؟ الترانسكريبشن ايضا هنا عندنا يبدي البوليميريز، اكو منطقه بالدي ان اي نسميها البروموتر اللي هي هذه، هسه اشرح لكم عنها بس بصوره عامه. انه اكو طبعا تعرفون انتم الشريطين الدي ان اي شلون تتحدد انه هذا اللي يتحول الى مسنجر ار ان اي او تي ار ان اي. طبعا البروموتر اللي موجود على شريط الدي ان اي والسيكونس الموجود على شريط الدي ان اي هو اللي يحددني يا هو اللي راح يطلع منه المسنجر ار ان اي. يعني شنو الفرق بين هذا شريط الدي ان اي وهذا شريط الدي ان اي؟ انه هذا الدي ان اي مالته السيكونس مالت البروموتر يمشي بالاتجاه اللي ينطيني الجينات اللي انا اريدها. فهنا طبعا راح يجي الار ان اي بوليمريز يرتبط على فتشي اسمه بروموتر ويبدي يحول لي هاي النيوكليوتايدز، يحول ليها الى نيوكليوتايدز اخرى اللي تكون لي المسنجر ار ان اي. طبعا دا تشوفون انتم هنا عندي الاي ما انطى ثايمين انطى يوراسيل، و هنا ايضا الادينين انطاني يوراسيل. ليش؟ لان قلنا احنا الثايمين موجود فقط بالدي ان اي واليوراسيل موجود بالار ان اي. فهنا من هذا المخطط كل اللي يريدك تعرفه انه تعرف فتشي اسمه سيجما فاكتور و ار ان اي بوليمريز. طبعا السيجما فاكتور هي اللي تخلي الار ان اي بوليمريز تحدد مكان البروموتر، هذا البروموتر ريجن الموجود على المسنجر ار ان اي، هذا عندي مسنجر العفو هذا الدي ان اي. فالسيجما فاكتور تحدد البروموتر ريجن الموجود على الدي ان اي ويجي الار ان اي بوليمريز يرتبط مع السيجما فاكتور. بعدها عند ما يرتبط الار ان اي بوليمريز راح تغادر السيجما فاكتور وتبدي تسوي ترانسكريبشن للتسلسل الموجود على الدي ان اي ويطلع لي المسنجر ار ان اي. هذا هو المسنجر ار ان اي او التي ار ان اي او الرايبوسومال ار ان اي. طبعا اكو شيء اسمه ترانسكريبشن تيرمينيشن، عمليه الترانسكريبشن انه في نهايه الدي ان اي اكو تسلسل معين، تسلسل معين هذا الرايبو الار ان اي بوليمريز يقرا على انه ترانسكريبشن تيرمينيشن اللي هو يكون بهذه الصوره. عند ما يكمل المسنجر ار ان اي او الار ان اي راح يكون بهذه الصوره. فهنا هذه تسبب بمغادره الار ان اي بوليمريز من الدي ان اي، وايضا الار ان اي المتكون راح يغادر من الدي ان اي ويصير يعني بصوره حره عن الدي ان اي. فالترانسكريبشن تيرمينيترز هو اللي يحدد لي شو وقت ينتهي يعني استنساخ الار ان اي من الدي ان اي. هذا التيبل مو حفظ، مجرد اريدك تعرف انه مثل ما تعرفون انتم احنا عندنا كل يعني ثلاث نيوكليوتايدز تكون لي او الشفر اللي حامض اميني معين. مجرد اشوفك انه عندنا ديفرنت كودونز اللي هذه تشوفون ديفرنت كودونز تشفر لي نفس الحامض الاميني اللي هو اليوسين. هذا احنا نسميه الوبل وبل شيفت او الوبل سيكونس، انه ديفرنت كودونز تشفر لي نفس الحامض الاميني. ايضا عندنا كل الاحياء المجريه اللي بها ستارت كودون اللي بالبكتيريا تبدي اي يو جي او الاي تي جي ستارت كودون، وعندنا الستوب كودون او الستوب سيجنال موجوده ايضا بثلاث انواع من الستوب كودونز موجوده هنا. مجرد بس يبقى عليها الطالب حتى يعرف شنو اللي يصير. هذه الوبل بوزيشن او الوبل سيكونس اللي حكيت لكم عنه. بنشوف انه احنا عندي انا عندي هذا المسنجر ار ان اي هنا. طبعا الترانسليشن هذه احنا نسميها الترانسليشن، ترجمه المسنجر ار ان اي الى البروتين. فهذه تتم عن طريق هنا التي ار ان اي راح يكون حامل للاحماض الامينيه ويحدد الكودون الموجود على المسنجر ار ان اي،
والانتيكودون الموجودة على الـ tRNA راح تحدد لي الأمينو أسيد اللي يطلع من هذه الكودونات. فهذه المخطط أشوفكم أنه شون تصير عملية الترانسليشن. الترانسليشن أنا أقصد بيها البروتين سينثيسيز، تصنيع البروتين. فراح تبدي أنه عندي فد شيء اسمه شاين ديلغارنو سيكونس، هذه مهمة جدا. الشاين ديلغارنو سيكونس تشبه البروموتور، العفو البروموتر الموجود على الدي ان اي. فالشاين ديلغارنو سيكونس موجودة على المسنجر ار ان اي، البروموتر موجود على الدي ان اي. الشاين ديلغارنو موجودة على المسنجر ار ان اي، الرايبوسوم يحدد الشاين ديلغارنو اللي هي تقول له يعني انت تعال ابدي منا. هذه الشاين ديلغارنو تحدد ان الرايبوسوم يرتبط وتقول له انه الجين يبدي منا، ابدي شفر لي، ابدي ترجم لي للبروتين. فالرايبوسوم راح طبعا بي 2 سب يونتس، هاي المفروض تعرفوها. و دقيقه، فالتو سب يونتس موجوده على المسنجر ار ان اي، ويبدي ان الرايبوسوم راح يربط التي ار ان اي. هذا اللي تشوفون التي ار ان اي يكون بهذا الشكل، يحمل الحامض الاميني ويعتبر كأنتي كودون للكود اللي موجود على المسنجر ار ان اي. وبعدة خطوات راح يبدي ان الرايبوسوم يستقبل التي ار ان اي ويفوته ويرتبط مع المسنجر ار ان اي ويعطيني اول حامض اميني والحامض الاميني الثاني والحامض الاميني الثالث الى ان يكون لي سلسلة بيبتايد مكونة من عدة أحماض أمينية. هاي الأحماض الأمينية هي اللي راح تحدد لي البروتين. فهذه عملية الترجمة أنه تتم بوجود المسنجر آر إن إي، الرايبوسومز اللي هو التو سب يونتس اللي عندنا بالبروكاريوت 70 سب يونتس واليوكاريوت 80 سب يونتس، ويبدي يربط لي التي آر إن إي مع المسنجر آر إن إي. وطبعا أكو موجود فتشي اسمه الأي سايت، البي سايت، والإي سايت، هذه ما راح يعني ادوخكم بيها، ولكن هو الاي سايت دخول التي ار ان اي، البي سايت هو ارتباط الكودون مع الانتي كودون وتنطي تربط الحامض الاميني مع حامض اميني اخر، والاي سايت هي خروج التي ار ان اي حتى يروح يحمل حامض اميني اخر. هذا الشرح كله انا شرحت لكم عنه شلون تفرقون بين اللاجنج والليدنج ستراند، وتكلمنا عنه بصوره مفصله. فهو هذا الشرح مختصر للفرق بين اللاجينج والليدينج ستراند بعملية الريبليكيشن. هذا فيما يخص محاضرتكم اليوم، يعني ما أعتقد يعني دخلت بتفاصيل جدا معقدة.